في مجموعة بوسطن الاستشارية. مرحبا بكم، ونحن سينضم إلينا بعد لحظات معالي رئيس الوزراء المصري. أتمنى أن تكونوا قد حظيتم بوقت مثمر بالأمس. كان هناك الكثير من الأنشطة، شاهدت الكثير من المشاركين الذين ظلوا معنا حتى نهاية اليوم على الرغم من كونه يوما طويلا، وشكرا لكم على حضوركم مرة أخرى. By the way, all the sessions before the break, before كل the الجلسات قبل فترة استراحة الغداء ستعقد في هذه القاعة الرئيسية، وبعد الغداء سننظم جلستين متوازيتين، واحدة منهما خاصة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال وستعقد هنا في هذه القاعة الرئيسية، والجلسة الثانية خاصة باقتصاد قادر على تكيف ومرن في القاعة الأخرى. نشجعكم على زيارة التطبيق والموقع الإلكتروني للمؤتمر، ومن فضلكم نقدر لكم مشاطرتنا أي من الأفكار البناءة والتعقيبات. معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شكرا لحضورك في اليوم الثاني لهذا المؤتمر الهام، ويشرفنا الآن أن تفتتح هذا اليوم بشكل رسمي بالكلمة الافتتاحية. فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد فالديز دومبروفسكيز نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، معالي السادة الوزراء، السادة ممثلو القطاع الخاص المصري والأوروبي، سيدات والسادة الحضور، إنه لا يشرفني أن أتواجد معكم في هذا الحدث الجانبي الهام بمشاركة السيد نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة، وأتطلع للحوار الثري الذي سيعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية ويدير السيد فرانشيسكو بالميري المدير التنفيذي لشركة بي سي جي. سيدات والسادة، مما لا شك فيه أن انعقاد المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلاً عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة، خاصة الحرب الجارية حاليا في قطاع غزة، حيث شكلت كافة تلك الأزمات تحديا جادا لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر. هذا بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم مما تمثله تلك القضايا من تحدي جاد لكافة الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة. السيدات والسادة، تمسكت مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها استقرار سعر الصرف النقد الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
ويسعدني إن شاء الله الاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي. وفي الختام فإنني أتطلع مرة أخرى للحوار الثري خلال هذا الحدث الجانبي وباقي فعاليات هذا اليوم، وأتطلع للإجابة على أي استفسارات لديكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على هذه الكلمة. I'd like to invite now His Excellency Commissioner أدعو الآن المفوض دومينيس لإعطاء كلمته الافتتاحية. معالي دولة رئيس الوزراء، السيدات والسادة، معالي الوزراء، أولاً أود أن أتقدم بالشكر لدعوتي لهذا المؤتمر. إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكم هذه الكوكبة من المشاركين. هذا المؤتمر هو خطوة نحو تعزيز الاستثمار والتعاون في عدة قطاعات ذات الصلة ونفس الاهتمام، وهو أيضا يضيف إلى تنمية الاقتصادية المستدامة في مصر ويساعد على تحقيق رؤية مصر 2030. القطاعات التي ناقشناها خلال اليوم الماضي تساعد على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتركز على عمليات إصلاح رئيسة وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في البلاد. مثالاً على هذا التعاون أود أن أشير إلى الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وأيضاً الطاقة المتجددة من أجل تعزيز الأمن فيما يتعلق بالطاقة، إضافة إلى الاقتصاد الدائري وإتاحة المزيد من الفرص العمل الخضراء وتعزيز الابتكار والإبداع، ودون شك هذا يساعد في نمو الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الصناعة. مع الوضع في الاعتبار التحديات الأخيرة بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وأيضا التوترات الجيوغرافية، فتأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب. مصر لها وضع فريد بسبب وضع موقعها الاستراتيجي في منتصف أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهناك 25% من إجمالي الناتج المحلي له صلة بالموانئ المختلفة، ولذلك فإن مصر تعتبر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وأيضا الموارد الموجودة في مصر تجعلها من الوجهات الجاذبة، إضافة إلى القوى العاملة الشابة المستعدة لدفع الابتكار والإبداع في القطاعات الرئيسة في البلاد. بالطبع الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا تؤدي إلى مساعدة مصر لتكون قادرة على زيادة الصادرات وأن تلعب دورا محوريا في عمليات الاستيراد والتصدير من الاتحاد الأوروبي. أيضا صناعة السيارات، مصر تعتبر جهة واعدة لهذه الصناعة وتعتبر من مسارات التجارية الهامة. أما فيما يتعلق بالزراعة وهو قطاع أيضا رئيسي يؤدي إلى الاستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، وهو أمر مهم للجانب. الاتحاد الأوروبي ملتزم لدعم مصر في هذه الصناعات الاستراتيجية، مدركا الفوائد التي تعود على كلا الجانبين من هذه الشراكة. نحن جاهدين سنعمل على تعزيز هذه البيئة الاستثمارية. الاستدامة هي ركنا ومحورا لهذا التعاون. الصفقة الخضراء من أجل أن تصبح مصر مركزا للهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء وأفضل ممارسات. بالطبع أولوياتنا تأتي في استخدام الممارسات والتكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق العوائد الاقتصادية. مع التحديد على هذه القطاعات الرئيسة نسعى إلى نمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وأيضا تحسين حصص السوق. بالانتقال إلى جدول أعمال الإصلاحات في مصر، 1 مليار يورو مساعدات مالية قدمت لمصر بالأمس، وقمنا بتوقيع الاتفاق، وهذا يعد التزاما قويا نحو مساعدة مصر لتنفيذ عمليات الإصلاح نحو استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وأيضا التحول نحو الطاقة الخضراء. نحن ندعم مصر بشكل كامل من أجل الاستمرار في أجندة الإصلاح بالإضافة إلى دعمها فنيا وماليا. هناك عددا من
المبادرات المختلفة التي تركز على الاستثمار الخاص وأيضا تحديث الاقتصاد بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي. الاتحاد الأوروبي من خلال خطة الاستثمار الاقتصادي والشراكة الشاملة تسعى إلى حشد ما يقرب من 5 مليارات دولار استثمارات من الآن وحتى 2027 لدعم الاستثمار في القطاعات الرئيسة مثل الزراعة، المياه، شبكات الصرف، وأيضا تقديم التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة. هذا بالطبع سيتحقق من خلال صندوق الأوروبي للتنمية المستدامة Sustainable Development Plus، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأوروبية، القطاع الخاص والقطاع العام، حيث أنه سيكون هناك المزيد من المناقشات خلال الجلسات في هذا المؤتمر. ختاما لكلمتي، الاتحاد الأوروبي يدعم زيادة الاستثمار في مصر ليس فقط من منطلق الاستراتيجية الاقتصادية، ولكنه التزاما أعمق وأوسع نحو مستقبل أكثر ازدهارا. معا نستطيع أن نستفيد بالمزايا التي تتمتع مصر من أجل أن نعود بالفائدة على الجميع. إذن هذا المؤتمر يعتبر فرصة لدعم الابتكار والإبداع وتحقيق الرخاء لمصر والاتحاد الأوروبي. Your Excellency, thank you very much for your opening remarks, and you've heard that, ladies and gentlemen. شكرا جزيلا على الملاحظات الافتتاحية، وقد سمعتم سيداتي سادتي أن مصر لها القدرة على تحقيق كل هذه الأهداف، أهداف التنمية الاقتصادية. الآن ننتقل إلى الجلسة التي يديرها فرانشيسكو بالميري. والآن نتطلع إلى هذا النقاش الذي نرجو أن يكون مثمراً. شكراً جزيلاً على الكلمة الافتتاحية. سوف أبدأ بدولة رئيس الوزراء. نحن نعيش في عالم يزخر بالمنافسة بين البلدان. هناك بلدان تحاول أن توطن احتياجاتها، وهناك دول تحاول أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية. ما الذي تفعله مصر من هذين الخيارين، وما الذي تقدمونه من مزايا تنافسية لشركائكم؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال الممتاز. دعوني أبدأ بأن أثني على هذا المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بتوطيد علاقة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقد شاهدنا بالأمس لحظة تاريخية فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقيات أو مذكرات التفاهم الخاصة بأول جزء من حزمة المساندة للاقتصاد الكلي، وذلك كما أسلف زميلي. أود هنا أن أسلط الضوء على التالي: إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي الأول لمصر بالنسبة للتجارة والاستثمار، وسيستمر الأمر على ذلك. ونحن نتوقع ونأمل أن هذه الأواصر سوف تتوطد ونتوسع فيها في المستقبل القريب من أجل أن تخدم مصالح الطرفين وتلبي احتياجاتهم وتحقق مصالحهم. إذن عودة إلى سؤالك، بالطبع مصر تتمتع بالكثير من المزايا التنافسية في هذا العالم سريع التغير. دعني أبدأ بأن أقول إننا لدينا يد عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة، وذلك يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتما بها. ومن ثم فإن هذه اليد العاملة تمثل إحدى أكبر نقاط القوى الناعمة لمصر، ويمكنهم أن يتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد للمستقبل للاستجابة لاحتياجات الطرفين في مصر والاتحاد الأوروبي. النقطة الثانية بالطبع هي الموقع الاستراتيجي لمصر، والذي يقع في القلب من العالم كله، وحوالي من 15 إلى 18% من التجارة الدولية تمر من خلال قناة السويس. وبالطبع هذا الموقع الاستراتيجي يمثل قيمة مضافة لمصر في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. النقطة الثالثة
الواضحة تماماً الآن هي أن مصر قد استثمرت بكثافة في خلال السنوات العشر الماضية في بناء بنيتها التحتية التنافسية، وذلك سيجعلها مكاناً محفزاً للاستثمار ولأي مشروعات لها علاقة بالتصنيع والأمن الغذائي وأي نشاطات لها علاقة بالتنمية. مصر بها موانئ بحرية، بها مطارات، بها طرق دولية، وكل ذلك بالطبع يصاحبه استثمار بشكل كثيف في البنية التحتية للطاقة والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي وكل ما له علاقة بالبنية التحتية. كل ذلك بالطبع يمثل قيمة مضافة لأي مستثمر من شأنه أن يقيم البيئة التي يود أن يعمل فيها، وأعتقد أن كل ذلك سيمهد الطريق للاستثمارات المستقبلية من الاتحاد الأوروبي والذي نرجو أن يتم التوسع فيه في الفترة القادمة. أخيرا وليس آخرا، فيما يتعلق باللوجستيات، بدأنا في العمل على مراكز اللوجستيات الاقتصادية في مناطق مثل قناة السويس وأيضا في العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة، وذلك من أجل اجتذاب الاستثمارات. إذن كل ذلك إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها الحكومة بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، أعتقد أن كل ذلك سوف يجعل البيئة في مصر جاذبة للاستثمارات إذا ما قارناها بدول أخرى في المنطقة وحتى في العالم بأسره. شكراً. سيدي المفوض، هل يمكنك أن تخبرنا لماذا مصر تتسم بهذه الأهمية لأوروبا، وما هو دور مصر كبوابة بين أوروبا وأفريقيا والمنطقة بأكملها؟ شكرا على هذا السؤال. نعم بالفعل، نحن قد أطلقنا الآن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة، وذلك يعني أننا نعترف بدور مصر الكبير في المنطقة اقتصاديا في نقطة التقاطع بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ولكن أيضا نحن نعترف بدورها السياسي الحاسم. أحد أهم أعمدة التعاون بيننا تحت مظلة هذه الشراكة الشاملة والاستراتيجية هي أننا نرى أن مصر هي نقطة استقرار في المنطقة، في وسط هذه المنطقة التي تعج بالصراعات في غزة وفي السودان وفي البحر الأحمر. إذن فهي لها موقع فريد جيوسياسيا في المنطقة، وأوروبا ترى أن مصر ستساعدها في التعامل مع هذه النزاعات في المنطقة وأنها تعمل كقوة استقرار في الإقليم. وبالطبع في ملاحظاتي الافتتاحية ذكرت أن مصر لها مزايا تنافسية في الجانب الاقتصادي أيضا، وسلطت الضوء على ذلك بالفعل. دولة رئيس الوزراء، الجمهور قد استمع بالأمس لكثير من الحديث عن الكثير من الفرص في مصر. إذا كنت مستثمراً وكان لدي مليون دولار، أين تنصحني بالاستثمار في مصر؟ أعتقد أن هذا سؤال شيق، ولكن دعني أبدأ بالقول إنني إذا ما كنت مستثمراً ولدي حافظة بمئة مليون يورو، يمكن أن تكون متاحة أمامي الكثير والكثير من الفرص المتنوعة والتي تعرفت عليها الحكومة بناء على الطلب المحلي في البلاد، وأيضا بناء على فرص التصدير لكثير من الأسواق وخاصة في قارتنا أفريقيا وفي الشرق الأوسط. إذن يمكنني أن أقسم الفرص إلى القطاعات التقليدية والتي تتاح أمامها الآن الكثير من الفرص، مثل قطاع الأمن الغذائي
أعتقد أنه مهم للغاية. أيضا الصناعات التقليدية المرتبطة بالاحتياجات المحلية هنا في مصر. إذن الأمن الغذائي مهم جدا. نحن هنا لدينا الكثير من الفرص المتنوعة والتي يمكن أن تمثل فرصا ممتازة للمستثمرين، وذلك بالنظر إلى حجم هذا الاستثمار، إلى جانب الصناعات في مجال الأنسجة وكثير من المجالات الأخرى ذات الصلة. أيضا صناعة البتروكيماويات قد تمثل فرصة ممتازة أيضا. ولكن إذا ما انتقلنا إلى القطاعات المستقبلية أو الأكثر ابتكاراً والتي تمثل مجالات اهتمام لمصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالطاقات الخضراء والطاقات المتجددة، فإنني أعتقد أننا سوف نجد مجال الفينتك أو التكنولوجيا المالية وأيضا تكنولوجيا الاتصالات بشكل عام تمثل أيضا فرصا جيدة جدا، أيضا مجالات مثل مراكز البيانات وكل المجالات المتصلة بالتكنولوجيا مهمة جدا. ولكن فيما بالعودة إلى موضوع الطاقات المتجددة، لأننا بالأمس شهدنا توقيع الكثير من أطر العمل ومذكرات التفاهم في هذا المجال بهدف أن يعتمد الاتحاد الأوروبي أكثر وأكثر على الطاقة الخضراء والمتجددة والهيدروجين الأخضر. أعتقد أن هذه الصناعة تمثل المستقبل لكل من الطرفين. إذن فإن توطين مكونات الطاقة المتجددة، وهنا أنا أتحدث عن الألواح الشمسية، عن توربينات الرياح وكل المكونات التي تستخدم في مع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، كل هذه تمثل فرصا ممتازة للمستثمرين ليأتوا إلى مصر، وخاصة أنه مؤخرا قمنا بتعديل التشريعات وأصدرنا تشريعات جديدة تحتوي على الكثير وكثير من الحوافز لهذه المجالات خصيصا. ومن ثم فإنني أعتقد أن هناك تنويع من الفرص التي قد يمكن للمستثمرين أن يستغلوها إذا ما جاءوا إلى مصر، فنحن جاهزون تماما لاستقبال المستثمرين ولمناقشة الفرص معهم، سواء كان ذلك في هذه المجالات أو في أي مجالات أخرى قد يكون مهتما بها. سيدي المفوض، من منظور أوروبي فيما يتعلق بكل مجالات التعاون المذكورة آنفا، من المنظور الاقتصادي أيضا، ما هي الفرص القابلة للنجاح أكثر من غيرها، وما الذي قد تمنحونه لدعم هذا الأمر؟ فيما يتعلق بالمجالات الأساسية، نحن نريد أن نعزز صلابة الاقتصاد، وذلك يعني أنه لابد أن يكون هناك اقتصاد يتسم بالتنوع. لا يمكن أن نركز فقط على مجال واحد أو مجالين أساسيين وحسب، ولكن في الواقع لابد أن نحاول أن يكون هناك تعاون في عدة مجالات، لأن هذا هو مفتاح صلابة وصمود الاقتصاد. أما القطاعات الأساسية فأعتقد أني قد ذكرت بالفعل التعاون في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجال الطاقة. إن اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومصر يمكنها التكامل بشكل كبير، إذن هناك احتياج كبير للطاقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي، ومصر لديها فرص كبيرة في هذا المجال. وهنا أذكر على سبيل المثال أن هناك وصلة الكهرباء التي تصل مصر باليونان، وأيضا مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى آخره. إذن فهذا هو أحد المجالات الواضحة للتعاون. ولكن أيضا نحن نحتاج
لنرى كيف يمكننا أن نوطد من أواصرنا التجارية. وقد تحدثت في هذا الأمر أيضا مع ممثلي الحكومة ومع دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بتحديث علاقاتنا التجارية، وخاصة التجارة في الخدمات والتجارة الرقمية، وهما قطاعين مضطردا النمو. بالأمس استمعنا إلى خطب مليئة بالحماس من فخامة الرئيس ومن معالي الرئيسة فيما يتعلق بالشراكة بين مصر وأوروبا. النجاح لهذه العلاقة وما هي الرؤية لمستقبل هذه الشراكة؟ إذا ما نظرنا كيف ترى هذه الشراكة بعد 5 سنوات، وما الذي تريد الاحتفاء به وقتها دولة رئيس الوزراء؟ أعتقد أنه استكمالاً لما قلته، أنه بالأمس كان من الواضح والجلي للجميع قوة الإرادة السياسية من جانب الرئيسين فيما يتعلق بتعزيز أواصر العلاقات بين الطرفين. ولذا فإنني أشعر أن هناك طاقة إيجابية شهدناها بالأمس وسنشهدها باليوم، وبالتالي ذلك يعطيني رؤية للمستقبل لثلاثة أو خمسة أعوام قادمة، لأنه إذا ما تمكننا من ترجمة كل مذكرات التفاهم التي وقعناها في هذه الأعوام، فإننا سنرى أن مصر سوف تصبح مصدراً أساسياً للطاقة الخضراء لأوروبا، سواء كان ذلك من خلال الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء. ثانياً، نحن أدركنا أن هناك مشروع للربط الكهربائي بين مصر واليونان، وهو مشروع مهم جدا. هناك أيضا مشروعات أخرى بنفس الشكل. وثالثا، فإن حجم التجارة سوف يتضاعف على الأقل، وبالطبع سيكون ذلك من خلال محاولة تحقيق توازن أكبر بين الطرفين، لأنه في الوقت الحالي جانب الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من الجانب المصري. لذا أود أو آمل أن أرى أن زيادة في حجم التجارة وأن يتم تحقيق هذا التوازن، وأيضا حجم وعدد البلدان الأوروبية الموجودة في مصر والتي تستثمر في مصر. أرجو أن أرى هذا الرقم يتزايد. نحن الآن لدينا 3300 شركة أوروبية موجودة في مصر. أود وآمل أن أرى زيادة هذا الرقم ليصل مثلا إلى 5000 شركة على الأقل. هذا هو أملي، ولكنني أعتقد أنه قابل للتحقيق. إذن بشكل عام أعتقد أنه بالإضافة إلى الإرادة السياسية رفيعة المستوى والتي تأتي من كلا الطرفين، يمكننا أن نصل إلى آلية مستدامة لتوطيد العلاقات، أو ما نطلق عليه آليات البي تو بي أو البي تو جي، والتي يمكن أن تمكن المستثمرين من كلا الطرفين للولوج إلى فرص الاستثمار، وخاصة هنا في مصر، لأننا كما ذكرنا فإننا نعتمد على الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك الاستراتيجي الأساسي الذي من شأنه أن يساعد مصر في المضي قدما لتحقيق اقتصاد مزدهر، وذلك لمصلحة المنطقة كلها، لأنه الآن مع كل ما نراه في المنطقة، مع ما تعج به من صراعات وانعدام للاستقرار، فإن الاستقرار لمصر لهو أمر أساسي ليس فقط للمنطقة ولكن أيضا لأوروبا على ما أعتقد. أحد الموضوعات الأخيرة التي أود أن أثيرها هي أننا نأمل أن في خلال الفترة القادمة سيكون بإمكاننا أن نبني آلية
من شأنها أن تعطي لشبابنا فرص جيدة لشبابنا من أجل أن يسافروا إلى أوروبا بطريقة مشروعة بدلا من ما يطلق عليه الهجرة غير المشروعة. وبالطبع ناقشنا هذا الأمر كثيرا مع المفوضية، وأعتقد أنه لدينا قصة نجاح رائعة في هذا الصدد. What do you expect from the strategic partnership? How would you define the success? What will be your target in 5 years from now? We have a saying in the European Union that implementation is key. So what we saw here in this conference is a good start. There's a very good momentum now since the launch of this strategic and comprehensive partnership, and let me remind, it's only 100 days old. We saw signing lots of agreements, memoranda of understanding, and so on here on the sides of this conference. So, but what is now very important is first to see through that all those good things which are being discussed and agreed are actually materializing. So that يحقق على أرض الواقع. وهذا يتطلب عملا يوميا، ولكننا سنسعى ونبذل كل الجهد من أجل الاستفادة من هذه الشراكة والنجاح فيها. ومنذ بدأنا هذه الشراكة ونحن الآن في أيامها الأولى، نقوم بوضع عددا من الاتجاهات والتوجيهات السياسية وفقا للمحاور الستة التي يقوم عليها التعاون. إذن نحن لن نتفق فقط على المحاور، ولكن أيضا سنتأكد من تحقيقها. أعتقد أن كلاكما أشار إلى أهمية هذه الشراكة. أولا تحديد القطاعات التي نرغب في العمل عليها، وكما ذكر سيادة المفوض التنفيذ هو العمل والعنصر الأساسي. شكرا لكم، شكرا جزيلا على الوقت، وشكرا للمشاركين على حضور هذه الجلسة. Thank you, Your Excellencies, for the insightful discussion on the future of the European Union. شكرا سيادة المفوض لهذه المناقشة الخاصة بالفرص الخاصة بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر. شكرا لكم على وقتكما وقيادتكما لهذه الأمور. نحن نتطلع لرؤية ترجمة هذه الاتفاقات إلى تقدم ملموس وواضح. وهذا يأخذنا إلى مرحلة توقيع الصفقات ومذكرات التفاهم. سنشهد الآن توقيع لعدد من مذكرات التفاهم وصفقات للتعاون الدولي. سأبدأ بالاتفاقية الأولى، وهو اتفاقية تمويل بين الAFD between the AFD and the government of the Arab Republic of Egypt والحكومة الجمهورية المصرية لإيو سوامع، وهي تسعى إلى تعزيز الحفظ الأخضر في مصر. أود أن أدعو دكتور علي المصلحي وزير التجارة الداخلية ومعالي الوزيرة رانيا المرشاط وزيرة التعاون الدولي، Mr. Gert Jan Koopman, DG Neighborhood and Enlargement, مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون الجوار، والسيد سيسيل وهو المدير التنفيذي للAFD، ومعالي سيادة السفير إريك شيفاليه سفير فرنسا لدى مصر. Setting the stage now.